وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام، مستمعين الأفاضل، التحية تتجدد من هنا، من هذا الميدان عاصي، هنا بهذا الميدان، ميدان السوان التي تأتي فيه الانطلاقات الجميلة والتحديات المثيرة. يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، ينطلق بحفظ من الله وتوفيق شوطنا التاسع، والذي حمل في طياته وكشوفاته الابكار. نسير مع المركز الاول، نسير مع صدارة هذا الشوط، مع قرار والمتحدي سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الاول، بينما المركز الثاني هناك حرض وصلت في هذه اللحظات لسعيد بن راشد بن سعيد الزرعي، واصلا هذا الانطلاق الجميل على المرتبة الثانية. بينما المركز الثالث هناك بلورة لعلي بن حميد بن رزي الشامسي، وصل على المركز الثالث ليتقدم في هذه اللحظات. أما رابع المراكز فأرى الانطلاق الجميل مع شباب، وصلت في هذه اللحظات لحشان بن صالح بن فارس المنجم الواصل في هذه اللحظات، والمتقدم على المرتبة الرابعة. أما خامس المراكز فهناك بطولة، وصلت بطولة، تقدم حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي الواصل في هذا الانطلاق والمتقدم بهذا العرض الجميل. بينما المركز السادس الانطلاق الجميل مع البيدا، وصل محمد بن علي بن سعيد اليحافي المتقدم من السلطنة والواصل هناك بهذا الأداء. ولكن المركز السابع وصلت منصورة لفهيد بن جار الله بن فهيد المري يتقدم، وأيضا الوصول مع الأسماء الواصلة بالمركز الثامن، ثامن المراكز. أرى الانطلاق الجميل مع هناك علاج لسعيد بن شطيط بن علي المدهوشي الواصل في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق، وأيضا دكتورة لسعيد بن ميثان بن خلفان الشامسي. وعاشر المراكز مع متعبة هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، ولكن العودة إلى المركز الأول، إلى قرار اللي على المركز الأول، اللي على الصدارة، سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي يتقدم بهذه العروض الجميلة مع المتحدي الذي بدأ بالتحدي، الذي بدأ بالانطلاق منذ البداية ليحقق هذا المركز المستهدف، هذا المركز الجميل، هذا المركز المطلوب من جميع المشاركين والمتابعين. بينما المركز الثاني وصلت هناك على ثاني المراكز علاج الواصلة بشعار سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي المتقدم على المركز الثاني. وثالث المراكز سليل علي بن محمد بن فهيد الفهيدة المري تحرك في هذه اللحظات. أيضا هناك الوصول مع المركز الرابع مع متعبة هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، والانطلاق مع الوصول مع جلمودة لمحمد بن سهيل بن صغير العامري المتحرك. وأيضا أرى الهجوم من العنود لسعيد بالعصري بالحب العامري، الله 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 الله، الوصول أيضا مع شقة طالب بن راشد بن محمد بن شريب المري، تدخل جميل من هذه الأسماء القوية. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارتي هذا الشوط مع هذه الأسماء، العودة إلى هناك سليل اللي على المركز الأول، علي بن محمد بن فهيد الفهيدة المري تحرك في هذه اللحظات. ولكن بدأ الانطلاق، بدأت القوة هناك مع الذيبة أحمد بن محمد بن حارب الدرعي من الجانب الآخر في هذا الانطلاق، في هذه القوة. ولو
ولكن أرى الوصول، أرى الوصول من سحابة أو سبابة الواصلة سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، والوصول أيضا مع انطلاقة شقة للطالب بن راشد بن محمد بن شريم المري. وصل في هذه اللحظات، وصلت القوة، وصلوا الأبطال، وصلت الإدارة، تحركت الأسماء القوية، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، إلى هناك مع هذه القوة، مع الديبة ومع انطلاقتي أيضا، هناك شقة، شقة، الديبة، الديبة، شقة، شقة، اللحظات الأخيرة، 200 متر الأخيرة ما بين شقة ولكن الديبة، 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 لأحمد بن محمد بن حارب الدرعي، واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، الديبة، شقة، 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 عادت شقة، عادت شقة إلى المركز الأول، إلى الصدارة، تهانينا، تهانينا، الطالب الراشد بن محمد بن شريف المري، وتهانينا لأهل المملكة العربية السعودية على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما المركز الثاني الديبة لأحمد بن محمد بن حارب الدرع، ثالث المراكز. وصلت هناك مع انطلاقة طلعة الناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي رابع المراكز، مع سبابة السلطان بن ناصر بن سعيد العويسي خامس المراكز. خامس المراكز وصلت في جلمودة لمحمد بن سهيل بن صغير القرموش العامري، من وصل على المركز الخامس، ولكن العودة إلى الفوز والانتصار، العودة إلى شقة، من فازت بناموسي هذا الشوط وانتقلت بالسلامات إلى المملكة العربية السعودية بتوقيت الزمني 5:59 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى ملك شقة طالب بن راشد بن محمد بن شريم المري، والسلام إلى المملكة العربية السعودية. بينما المركز الثاني هناك الديبة لأحمد بن محمد بن حرب الدرعي، التوقيت الزمني 5:59 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الأداء الجميل والعرض الممتاز. بينما المركز الثالث وصلت بالتوقيت الزمني 6:03 من الثانية. تهانينا والناموس إلى هناك طلعة ومالك طلعة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.